فاز نادي برشلونة الإسباني على ضيفه بلد الوليد بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة 29 على لقب الدوري الإسباني الليغا. فاز فريق ويست هام يونايتد على مضيفه ويلفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم بغياب لاعبه البلجيكي أيدن هازارد عن مواجهة فريق ليفربول مساء اليوم ضمن دوري الأبطال. ضيق فينرباشي الخناق على بشكتاش في صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه دينيز ليسبور بهدف نظيف في المرحلة 32. أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء نجاح العملية الجراحية التي أجراها البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط الفريق. تصدر النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند ترتيب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة ذهاب الربع النهائي للدوري الموسم الجاري. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم إصابة لاعبه الإيطالي أليساندرو فلورنزي بفيروس كورونا المستجد. عززت الأسترالية أشلي بارتي بطلة ميامي الأمريكية للتنس صدارتها للتصنيف العالمي، حيث رفعت الفارق بينها وبين وصيفتها في الجدول اليابانية نعومي أوساكا إلى أكثر من 1000 نقطة.